مرحبا جميعا، كيفكن؟ بتمنى الكل يكون بخير. رح نحكي بهذا الفيديو على مثال عن الديفولت اكسس موديفاير. حكينا بالدرس السابق عن البرايفت، هلا بدنا نحكي عن الديفولت. قلنا الديفولت عند عدم وضع اي محدد وصول قبل كلاس او قبل ميثود او قبل داتا ممبر، فيتم معالجته بشكل تلقائي على انه ديفولت. وشو هو الديفولت؟ انه يحق لك الوصول له، يحق لك الوصول اليه من ضمن الباكج نفسه، من ضمن الباكج نفسه. وعرفنا الباكج بجافا هي عبارة عن فولدر، فعمليا اذا انت كنت ضمن باكج يحق لك الوصول الى جميع الصفوف والاعضاء والطرائق يلي هي ديفولت. ولكن بمثالي انا كون التعريف هيك، فبمثالي وضحت لك الفكرة بطريقة تانية. عملت باكج اولى اسمها فيرست باكج، وعملت باكج تانية اسمها سكند باكج، يعني عملت مجلدين. واحد عملت الصف الاول اسمه ستودنت، وعملت في بانن ننتبه انه الكلاس ستودنت هو ديفولت، الكلاس بحد ذاته ديفولت وليس متحولاته او عفوا اعضائه او الميثود تبعته، هو الصف بحد ذاته ديفولت. تمام، لانه ممكن نطبق نحن مثل ما حكينا انه فيك تحط للكلاس بابليك وفيك تحط له انه ما تحط له شيء فهو ديفولت. فعمليا بالسطر الثلاثي هون هو ديفولت وباني ومتحول فول نيم كمان ديفولت، والميثود ديفولت، كلهم ديفولت حتى الكلاس. عملت باكج تانية، انا عملت باكج تانية، كيف بدي اروح اجيب كلاس من باكج اخرى؟ في كلمة مفتاحية مثل وقت اللي كنت تضمن ملف رأسي بالسي بلس بلس تعمل له انكلود، هون اسمه امبورت، استورد، استورد من الباكج الفلاني بغض النظر عن مساره دوت الكلاس او كل شيء جواتها، نجمي جيب لي كل شيء جواتها، كل الصفوف. ممكن تكون هاي الباكج فيها عشرات الصفوف، فروح جيب لي اياهم كلهم، خليهم ضمن مجال رؤيتي. فهي امبورت بس مشان اقدر اشوفهم. رحت على المين، قلت ستودنت اس يساوي نيو ستودنت، كومبايل تايم ايرور، ليش؟ ممنوع توصل، ممنوع توصل للستودنت بحد ذاته الكلاس، ليش؟ لانه الكلاس بحد ذاته هو بابليك، عفوا مانو بابليك. ما بيحق لك من باكج لباكج تانية والمحدد الوصول تبع الكلاس هو ديفولت، لازم تعمله بابليك لحتى تقدر تشوفه. فعمليا اذا الاس ما قدرت من خلال صفة انشأها، فعمليا الاس دوت برينت كمان خطأ، لانه بالاصل بالسطر 5 لم يتم انشاء الاس. فعمليا انا شو لازم اعمل؟ اول خطوة، اول خطوة لازم اعملها اعمل الكلاس للستودنت بابليك، فبيحق لك بالسطر 5 تشوفه، بحق لك تشوفه. ولكن السطر 6 ما رح ينفذ، ليش؟ لانه الميثود برينت مانا بابليك، مانا بابليك. خلينا نروح هلا نشوف مثال، بس نحكي عن هاي الملاحظه. كاتب لك اياها هي نفسها انه اذا الكلاس مانو بابليك، هو كلاس مانو بابليك، فانت عمليا سو ما فيك توصل له من باكج تاني من باكج. هلا رح نروح فينا نسكر هاد، نروح نعمل مجلد بنسمي فيرست باكج، وهون الباكج الثاني. تمام، بنروح على النوتباد نعمل ملف، راح نخلي الكلاس بابليك مشان نوضح الافكار، بعدين بنعمله ديفولت. بنروح بنقول عندنا سترينج نيم وما عندي باني، الباني شو اسمه افتراضي، بتزودنا فيه جي في ام برينت لاين، بروح بقول له اطبع هني البرينت مانا البرينت. هلا بنروح بسيفه بالفيرست اول شيء مشان نمشي خطوه خطوه ما نضيعكم. ستودنت دوت جافا البرينت مانا بابليك، فهي ديفولت. هلا انا مشان يحق لي اوصل للستودنت فعملته بابليك. هلا بنروح بنعمل public class، كمان بنعمل لغة جافا public class main، بروح بقول له عمول public static void main، بروح بقول له student s يساوي new student s dot brand.
هلا بسيفوا وين؟ بالباكج الثاني، كل واحد باكج، يعني كل واحد موجود بمكان ثاني. هلا كيف بدي افهمه انه انت روح على على الفولدر الثاني، روح على الفولدر الثاني وجيبه. فبروح بعمل له امبورت، امبورت لفيرست دوت نجمي. بدك تروح تجيب لي كل شيء موجود هني بس مشان اقدر اشوفه، مو محدد وصول مثل انكلود. بدك تستخدم توابع الماس روح جيبها، هي موجوده بمسار ثاني، بس مشان لا يقول لي انه مين ستودنت فيعرف انه هي موجوده بهذا المجلد، مثل انه اشرت انه انا هذا اللي عم اقصده الستودنت موجود بهذا الفولدر، ولكن بحق لي وصل ما بحق لي وصل، بقى هي محددات الوصول بتسمح لي. سلفا رح اقول لكم الستودنت كونه بابليك مسموح توصل له من باكج تانية، من باكج تانية، ولكن الاس رح تعطيني مشكلة انه الاس براند وانت بباكج تانية. هلا فيكن توضحوا لحالكن تقولوا انه هون، توضيح من باب التوضيح ما تضيعه، انه انا هون بالباكج سيكند، بس مشان تفهموا هو باي باكج، او انت يعني هو رح ينفذ المثال بدون ما تحطوه باكج فيرست، تمام. هلا شو بروح انا؟ بروح على سطح المكتب وباخذ هذا المسار كون ابدا اكس، وبجيب بقول له سي دي لهون. هلا عندي ملفين كل واحد باكج، غلط انك تفوت على الباكج الاولى وتترجم وتروح على الباكج الثاني انك تترجم مباشره، بدك تترجمهم مع بعض. ففيرست انتبهوا لا تحطوا هيك هيك بالسي ام دي، هيك فيرست ستودنت دوت جافا، تحط مساره انت وين، لانك واقف انت بالديسكتوب، واقف عند الديسكتوب، فانت عمليا على سطح المكتب، وبتقول سكند مين دوت جافا. هلا بالترجمه راح يطلع لك غلط، ما يقول لك الغلط وين، خلينا نروح على الغلط، ما يقول لك الغلط ب الملف مين نيكو هون بالسطر 9، ليكو 9 براند، ما يقول لك براند ما انا بابليك بالستودنت، ما فيك توصل له من خارج الباكج. كتير كتير دقيق توصيف الخطا، يعني انا عتبه على الطلاب وقت اللي بتدرس بالجامعه ما بيعرفوا يقراوا الخطا لا على النت بينس ولا هون، هي على الترمينال على الشاشه السودي ما يحط لك وين الخطا بالضبط، ما يقول لك بالسطر 9 البراند ما انا بابليك جوا الصف ستودنت، كيف عم تروح توصل له من باكج ثانيه؟ ممنوع ممنوع. هلا انا ما رح صلح الغلط وروح اقول انه هو باكج لازم اعملها بابليك مشان لنفوت بمتاهه والله انه نحن عم نشرح البابليك، حديثي على الديفولت انا وضح لك انه الميثود ما انا بابليك، فيني اروح اعملها بابليك، بس هذا الحديث بخص فيديو البابليك، انا ما احكي على الديفولت. هلا شغلي تاني، اذا رحت عملت هذا هيك، هلا بدي ارجع بترجمهم اثنيناتهم، ممنوع بقى تقدر تنادي، فالخطا رح يصير بالسبعه وبالتسعه، الستودنت بحد ذاته مانو بابليك، ما فيك تشوف، ما فيك تشوف. نرجع لورا بقول له ترجم الاثنين، رمى خطأين بالسطر 7، قال لك الستودنت ككلاس مانو بابليك بهاي الباكج، ليك رفع لك المستوى هون، ما يقول لك بالسطر 7، بالسطر 7 الكلاس مانو بابليك، ما فيك تفوت عليه، ما فيك تفوت عليه، ما فيك تستخدمه. اثنين الخطأ موصف لك اياه مرتين، وصف لك اياه مرتين، مرة ما يقول لك بالمين دوت جافا بالسطر 7 لما يقول لك الصف مانو بابليك جوا الفيرست ما فيك توصل له من خارج الباكج، ظهر مرتين، ظهر مرتين هذا الخطأ. ليش ظهر مرتين؟ إذا طلعنا على كودنا، طلعنا على كودنا، ليش ظهر هذا الخطأ مرتين؟ خليني أعلق هذا السطر على التعليق، التعليق هو forward slash مرتين، وأرجع الترجمة كمان ظهر مرتين. عمليا ما فادني، ما فادني انه علقت هذا السطر، فعمليا خصصت الاجابه انا. اول نقطه، اول نقطه الكلاس ستودنت رمالك يا بالسطر 7 اول مره، ليش؟ لانك انت عم تروح توصل للستودنت هون، عم توصل للستودنت. ثاني مره انت مانك عامل باني، مانك عامل باني،
والباني ولدت لك يا جي في ام، واذا ما حطيته بابليك لهذا الباني انت فيك تحط محدد وصول للباني، انا ما منعتك، انا منعتك تحط له نمط، ولكن طالما انت مانك عامل باني، فالباني شو افتراضي من جي في ام وهو تلقائيا ديفولت. خليني اروح لك، خليني اعمل بابليك ستودنت كباني افتراضي انا عملته بايدي، وروح ترجم تاني مره، طلع الخطأ مرتين. ليش؟ ما فيك انت تتجاوز الكلاس اللي انت فيه، واذا هو public فالباني تبعه، اذا هو default والباني تبعه public نروح نشوف عمليا هو بالاصل خطأه هون، انه ما فيك توصل للكلاس، وبالتالي ممنوع توصل الباني تبعه حتى إذا كان بابليك، لأنه أنا بالأصل ما بعرف إذا هذا الباني موجود أو مو موجود، فأنت غلطت أول مرة هون وتاني مرة هون. برجع بعيد، حتى لو عملته بابليك أنا بالأصل ما فيني شوف هل الباني تبع الكلاس ستودنت بابليك أم لا، لأنه بالأصل أنت منعت بالأصل تفوت هون. تاني خطأ أنه هذا بالأصل ممنوع توصله، أنت ما توصل بالسطر 7 لشغلتين، لا كلاس ولا باني. تمام؟ هيك بنكون خلصنا اليوم الديفولت، وبتمنى نكون شرحنا بأدق التفاصيل شو الديفولت وشو مشاكله، مش شو مشاكله، انه شو الاخطاء الممكن نرتكبها، ونكون وضحنا بهذا المثال كل الاخطاء الممكن وقوعها. بتمنى اذا في اي استفسار او اي تعليق تتركونا اياه على الفيديو، ومنشوفكن بالفيديو القادم ان شاء الله، رح نحكي فيه على البروتكتد.